فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لوجوب الكفارة في الجماع أن يحصل إنزال؟ هل يشترط لوجوب الكفارة في الجماع أن يحصل إنزال؟ لا، إذا أولج الذكر والتقى الختانان وجبت الكفارة ولو لم ينزل، يجب الغسل ولو لم ينزل، يحصل الدخول للعاقد عليها ولو لم ينزل إلى آخره، ترتب عليها أحكام كثيرة. نعم.